اهلا بيكم، انا هبه ثروت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه حلوه جدا جدا. هنعمل مع بعض العيش او الخبز. طبعا الخبز في البيت من الحاجات الحلوه جدا جدا، وريحه الخبز في البيت من الحاجات الحلوه جدا جدا. النهارده هنعمله مع بعض بطريقه سهله جدا، في دقائق معدوده. هنعمله بدون فرن، هنعمله بدون مصفى، هنعمله بدون حليب بودر، بأسهل ما يمكن. وهقول لكم كمان على التركات اللي تخليه ينفخ معاكم ويتحول كده لطبقتين وما يبقاش جواه اي لبابة خالص. ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. انا عايزه اقول لكم كمان ان انا اصلا عاملاه عشان اعمل منه الحواوشي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. لو عايزين تشوفوه هينزل لكم الفيديو الجاي بإذن الله. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ عايزه منكم لايك وشير وكومنت برأيكم، وطبعا لو جداد على القناة يسعدني ويشرفني تشتركوا فيها. يلا بينا. بسم الله. المكونات عندي بسيطة جدا، نص كيلو من الدقيق. انا استخدمت دقيق ابيض وفردته كمان على دقيق ابيض. وعندي كيس من الخميرة الفورية، وعندي نص معلقة طعام بيكنج باودر، ونص معلقة شاي ملح، ومعلقتين طعام سكر. وما تخافوش السكر كده مش كتير، بالعكس بيدي للعجينة طعم حلو جدا. وعندي كمان مية دافية للعجن. المية تكون قبلها قلتها قبل كده كتير جدا في كل الفيديوهات اللي بستخدم فيها خميرة. درجة حرارة المية المظبوطة علشان الخميرة لما احط صبعي فيها وعد لحد 10 اكون مستحملة سخونة المية. في ناس بتضيف حليب بودر لكن انا ما بضيفش. في ناس بتضيف معلقتين زيت لكن انا ما بضيفش. هي العيش كده بيبقى غني وطعمه حلو جدا جدا، مش محتاج اي اضافات تانية غير المية واضافات التخمير بس. في المكسر بتاعي بقى هضيف الدقيق، وهضيف السكر، وهضيف البيكنج باودر، وهضيف الملح، وهضيف الخميرة، وهقلبهم كده الاول كده بالمكسر. وبعد كده هضيف مية للعجن. هضيف المية بتاعتي بالتدريج لحد ما العجينة تلم معايا. وانا عايزة قوام العجينة يكون لين في ايدي وبيلزق على خفيف كده في ايدي. كده العجينة هتكون واخدة كمية كافية من السوائل اللي هي المية، فهتبقى رطبة معايا وطرية، والعيش هيطلع معايا طري. هخلي بقى العجينة بتاعتي تتعجن في العجان لمدة ما تقلش عن 7 دقايق لعشر دقايق علشان العجينة تكون اتخدمت كويس. بصوا كده شكل العجينة جوه العجان، فاصلة من البولة بتاعت العجان بتاعي. ولما طلعت العجينة زي ما انتوا شايفين العجينة لينة معايا جدا وبتلزق في ايدي على خفيف. ده كده قوام العجينة اللي انا عايزاه. هنرفع العجينة بتاعتنا من العجان، وهحط في العجان بتاعي معلقة زيت علشان بس وش العجينة ما ينشفش. وهحط العجينة في البولة كده واحاول الفها كده بحيث ان انا اخلي الزيت يجي على كل انحاء البولة عشان لما العجين يختمر معايا ما يلزقش في البولة، وكمان العجينة يبقى وشها متغطي بالزيت فما تنشفش مني. هنغطي بقى العجينة بتاعتنا علشان تختمر. انا هنا غطيتها بورق فويل لانه الخميرة بتشتغل اكتر في الظلمة، فورق الفويل طبعا هيحجب الضوء عن العجينة بتاعتي فهتختمر اسرع وهتكون نتيجة التخمير احسن. لو ما فيش ورق فويل هنغطي بيه كلينج فيلم، وبعدين هنحط فوطة، او ممكن نحط فوطة مبلولة على طول نغطي بيها، او غطا حل يعني نتصرف. بنسيب العجين بتاعنا بقى يختمر في مكان دافي، واحنا اصلا حاطين له ميه دافيه فهو الخميره هتشتغل معانا على طول. فبالظبط انا خمرتها تقريبا ساعه وكانت معايا بالارتفاع اللي حضراتكم شايفينه ده. بنزلها بقى عندي في على الكاونتر بتاعي، بحط بس كده شويه دقيق علشان ما تلزقش في الكاونتر لان انتوا شفتوا العجينه معايا بتلزق علشان تكون طريه. وهنبتدي بقى نقطعها. انا قطعتها ل 12 قطعه بس بعد كده عشان اخليهم قد بعض كلهم بقوا 13، يعني النص كيلو دقيق عمل لي 13 رغيف. حجم متوسط يعني مش صغير قوي ومش الكبير قوي. هاخد بقى قطع العجين اللي انا قسمتها دي وهكورها كده، هعملها كور وهسيب الكور بتاعتي ترتاح تلت ساعة كمان عشان العجينة ترتاح معايا، ووقت ما اجي افردها تتفرد معايا. وفي نفس الوقت برضو نكون شغلنا الخميرة تاني لاننا طردنا الهواء منها واحنا بنكورها، فهنشغل الخميرة تاني. هنغطيهم بقى بفوطة ونسيبهم التلت ساعة اللي قلنا عليها.
وبعد ما يعدي الوقت بتاعي هبتدي بقى اخد كل كورة على الكاونتر بتاعي وهبتدي كده افردها بالنشابة او بالمردنة. بالاول كده بفردها بايدي وبعد كده بمشي عليها النشابة علشان الرغيف بتاعي يطلع شكله مدور ومظبوط. بفرده بالنشابة في اتجاه واحد وبعد كده بدور العجينة وبعد كده افرده بالنشابة فردة وبعد كده ادور العجينة وافرده بالنشابة فردة. بفضل اعمل كده. الطريقة دي هي اللي بتخليلي الرغيف بتاعي في النهاية يطلع مدور وشكله مظبوط زي ما احنا شايفين كده. بعد ما اخلص بقى فرد العيش بتاعي انا عايزاه افرده يبقى سمكه مش تخين قوي ومش رفيع قوي، يعني مش عايزاه مثلا بسمك الورقة، انا عايزاه يكون بسمك 2 ملي او حاجة. بعد كده باخده بقى بين ايديا الاتنين وبفضل اعمله كده عشان انزل اي زيادات من الدقيق موجود عليه، ولو كان الدقيق زيادة قوي ممكن بشيله بفرشة الاول لان الدقيق ده هيروح على الطاسة اللي هخبزه عليها فهيتحرق وهيحرق لي العيش بتاعي. وبعد ما اخلص الرغيف بتاعي باخده بقى بحطه على فوطة وبغطيه لحد ما اعمل الرغيف اللي بعده، وبعدين احط الرغيف التاني واغطيه وهكذا. حكاية التغطية دي ضرورية جدا يا جماعة لان هي اللي بتحميلي العيش من ان هو يطلع مشقق او ان هو ما يتنفخش او كده، فلازم نغطيه. وبعد ما بخلص الرغيفة بتاعتي بتاعت العيش، لو انا عاملة كمية كبيرة من العيش فانا على ما اوصل لاخر رغيف هيكون خلاص اول واحد انا فردته اختمر تاني وارتاح، فهنحطه على الطاسة على طول ونخبز على طول. انما لو كمية صغيرة زي مثلا اللي احنا عاملينها دي فانا سبتهم ربع ساعة بس علشان يختمروا ويرتاحوا اكتر قبل ما نحطهم على الطاسة بتاعتنا. بعد ما عدى الوقت بتاعي ببتدي بقى اجهز الطاسة بتاعتي، ممكن نستخدم طاسة تيفال عادية او طاسة الكريب زي ما انا مستخدمة، او ممكن نستخدم الصاج بتاعة البوتاجاز، يعني زي ما نحب. اهم حاجة بقى عندي ان الطاسة لازم تكون سخنة جدا 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 قبل ما نبتدي نحط العيش عليها، لان انا لو حطيت عليها العيش وهي باردة او الرغيف مش هينفش معايا. الحاجة التانية ان انا لما بحط العيش بتاعي بحطه على نار وسط، يعني مش نار عالية قوي ومش نار هادية قوي. انا حطاه الطاسة بتاعتي على العين اللي في نص البوتاجاز اللي هي بتبقى اكبر عين، وموصلة المفتاح لحد اخر البوتاجاز، فبيديني نار وسط، ما هياش هادية قوي وما هياش عالية قوي. هبتدي بقى اخد اول رغيف انا فردته خالص لانه ده هيكون خد اكتر فترة تخمير وراحة، وهحطه على الصاجة بتاعتي. علشان العيش ينفش مني ويفصل لطبقتين لازم اشمع الطبقة اللي تحت الاول، فانا مجرد ما بحطه مجرد ما الاقي فقاقيع بدأت تظهر او البابلز بدأت تظهر اروح قلبه العيش على طول. لو ما عملتش كده العيش مش هيفصل مني، فانا لازم مجرد ما خلاص الاقي فيه فقاعات بدأت تطلع نروح قلبينه على طول. بعد كده بلاقيه بدل الفقاعات دي تزيد على الوش التاني اروح قلباه تاني وافضل اقلب فيه. القلب ده هو اللي بيخلي الطبقات تفصل. ولما بلاقي بقى خلاص العيش بيفصل جامد ببتدي اضغط كده بالسباتولا اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده علشان اضغط الهواء ده، اضغط بيه على الاجزاء اللي لازقه في بعضها فيفتح زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا كل ما بضغط الهواء بيضغط لي على الاجزاء اللي لازقه في بعضها فبيخلي الرغيف ينفش اكتر ويفتح اكتر زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شكله حلو جدا. وبعد ما الرغيف استوى معايا باخده وبحطه على فوطة وبغطيه كويس جدا بالنص التاني للفوطة علشان يفضل طري وما ينشفش مني. نعمل واحد تاني زي ما انتم شايفين كده. مجرد ما حطيته وبلاقيت البابلز بدأت تطلع او الفقاعات بتاعة الهواء هقلبه فورا وافضل اقلب فيه اقلب فيه، ولما الاقيه بدأ يرتفع ابتدي اضغط بالسباتولا على الاماكن المرتفعة علشان الطبقات اللي لازقة في بعضها تفصل. حلو جدا. هنكمل بقى بقية الكمية.
دي كده كمية العيش بتاعتي اللي طلعالي من نص كيلو دقيق، زي ما انتوا شايفين كمية حلوة جدا. عايزة اقولكم كمان ان اللي قدامكم دول 11 رغيف مش 13، لان انا والولاد الحمد لله يعني عندنا لازم العيش السخن ده اول ما يطلع لازم ناكل منه، يعني ما بنقدرش نقاومه بصراحة. يعني مش عارفة انا لوحدي اللي كده ولا في ناس كتير زيي، العيش كده هو لسه طالع من على النار بجد حاجة ادمان. يعني لو انتوا زيي عرفوني عشان ما احسش ان انا لوحدي. شايفين العيش طري معايا ازاي ومقسوم لطبقتين ازاي؟ عايزه اقول لكم لو انتم وانتم بتعملوا العيش فتح من جزء والجزء بقيه العيش فضل لازق في بعضه، بس سيبوه كده لما يطلع ودرجه حرارته تهدى، بس لازم يكون لسه يعني مبردش قوي ودرجه حرارته هاديه كده. ابتدوا كده افتحوه زي ما انا بعمل، افصلوا كده الطبقات من بعض، هتلاقوه بيتفتح معاكم وبيفصل لطبقتين تاني، مش لازق في بعضه ولا حاجه، بس لازم ما يكونش برد على الاخر. وده كده العيش وانا بفتحه بايدي، شايفين من جوه حلو جدا ومفيش فيه اي لبابة من جوه، وهنا برضو واحنا فاتحينه بالمقص شايفين من جوه عامل ازاي، مفيش فيه اي لبابة وطبقتين رفيعين بجد حلو جدا. مش قادرة اقول لكم على طعمه، مش قادرة اقول لكم على السكر، احنا بنحط على نص كيلو معلقتين سكر بيخلي طعم العيش حلو جدا جدا بجد والله يا جماعة. العيش حلو يعني رهيب، جربوه، متأكدة 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 ان انتوا هتدعولي، متأكدة. وده كده الحواوشي الجامد جدا بتاعي اللي عملناه من العيش الحلو جدا اللي احنا عاملينه ده. لو عايزين تعرفوا طريقته ان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي، هنزل لكم طريقته بإذن الله. يا رب تكون طريقة العيش بتاعي النهاردة عجبتكم، وياريت بقى لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وكومنت برأيكم، ولو جدد على القناة يسعدني ويشرفني تشتركوا فيها. ممتنة لكم جدا، بشكركم على حسن استماعكم، ويسعدني متابعتكم لقناتي هبة ثروت.